أنا بصدد إنشاء خطط بسيط جدا، لا أريد تعقيد الأمور. فإذا لنبدأ، فإذا لنقوم بإنشاء الفوتر، فسأختار من هنا فوتر. ها هو، وأين هو؟ لم أقم بالنقر عليه، فإذا مرة أخرى فوتر، ها هو. إذا هذا هو الفوتر، بالتأكيد أنا سأحذفه بهذا الشكل، سأقوم بتجميع وسأسمي هذا فوتر وأعطيها لون، لا أريدها تستخدم مكونات داخل المحتوى، سأعطيها لون. ما هو لون الفوتر؟ يمكن أن نعطيها نفس لون الهيدر، أو نعطيها هذا اللون، ربما غير مناسب يعني. لكن وهنا سنقوم بتجميع، والآن الآن فوتر إنر بهذا الشكل. مرة أخرى أنا أسأت التسمية، عفوا. إذا هنا هذا التي أريد تسميتها فوتر إنر. طبعا لماذا أنا أسمي؟ لغايات التنظيم ولا أكثر، لا يوجد يعني، ليس له هدف، فقط لحتى أنظم، أعرف أين أنا. فإذا هذه الفقرة هنا، هذه الفقرة يمكن أن نقوم بإضافة أعمدة سأضيف مثلا، ماذا نضيف؟ مثلا نضيف هكذا أو هكذا بهذا الشكل، تكون هذه المساحة الأكبر هنا. سأضيف هنا عنوان، هذا العنوان سيكون H4، وسنكتب الآن بالعنوان هكذا. سنكتب مثلا، لا حذفته عن طريق الخطأ، المشكلة أن هنالك بطء لدي، والسبب هو البث، لأننا نحن نقوم بالبث المباشر الآن. فيمكن أن أقوم أيضا بإنشاء فقرة بعدها، مثلا نبدأ عن الموقع، دعوني أقوم بنسخ نبدأ من موقعي هكذا. وهنا العنوان سنكتب نبدأ عن الموقع، جيد. طبعا الآن هذا الفوتر كله سأضيف له بادينج، فربما نضيف له 40 بكسل فوق تحت بهذا الشكل، لاحظوا حتى تظهر بشكل أفضل. وبالنسبة للهوامش يمكن أن نضيف مثلا يمين يسار 16 بكسل، واضح. ونجعل الخط كله أبيض بهذا الشكل، واضح؟ طيب الآن سأقوم بتكرار هذا، نبدأ عن الموقع، تكرار، ونقلها إلى العمود هذا بهذا الشكل. وهنا سأسمي تواصل معنا، وأدناه مثلا add after. سأختار شيء يعني فعلا مشوق، وهو السوشيال. السوشيال، نحن في العادة السوشيال كنا نضيفها، وقنوات التواصل الاجتماعي كنا نضيفها بإضافة، الآن هي موجودة لا داعي لإضافة. فمثلا أريد إضافة مثلا، ماذا نريد أن نضيف؟ مثلا فيسبوك، إذا هذا هو الفيسبوك، جيد. وهنا أدخل رابط الفيسبوك الخاص بي، طبعا ليس لدي فيسبوك، لكن أنت تضيف مثلا أي شيء. إذا هنا يمكن أن نضيف أيضا، يمكن أن أقوم بتكرار مثلا، لكن هذا لا أريدها فيسبوك مثلا. لا يوجد ترانسفورميشن، لا مشكلة، أحذفها وأقوم بإضافة مثلا إنستغرام، لأن هذا هو إنستغرام، هذا هو رابط الإنستغرام. يمكن أن أضيف مثلا، ماذا تريدون أيضا؟ تليجرام، هل يوجد تليجرام؟ نعم يوجد تليجرام، هذا هو رابط التليجرام. ماذا يوجد أيضا؟ وسائل تواصل، تيك توك، يمكن أن أضيف تيك توك. فإذا نحدد الأيقونات بهذا الشكل، وثم نضيف هكذا، فإذا تيك توك، هذا هو التيك توك، وهذا هو. طبعا تضيفون أي شيء تريدون. بالنسبة لأيقونات الاجتماعية هذا، لاحظوا يمكن أن تحدد أن كيف تريدها أن تظهر، مثلا بأي شكل، مسافة بينها، تريد فتح الروابط لتبويب جديد. أيضا يمكن أن تغير الألوان، مثلا تريد شكل قرص، مثلا أن تظهر بشكل قرص، شعارات فقط، أم تريد أن تظهر افتراضي. افتراضي جميل. بالنسبة للون الأيقونة، يمكن أن نضيف لون أيقونة من موقعنا بهذا الشكل، أو لا داعي لهذا، جيد. يمكن أن تقوم بجعل اتجاه الترتيب هكذا، يعني بدلا أن ترتب الاتجاه يختلف. والشيء الذي أبحث عنه غير موجود ربما، لا مشكلة، لا مشكلة، ولكن هذه هي القصة. فإذا الآن لو قمت أنا بالحفظ، جيد، وقمت مرة أخرى بالذهاب للسنجل، للذهاب إلى هنا، طبعا هنا لا يوجد فوتر، يعني أنا لم أضف فوتر، فيمكن أن أضيف فوتر مباشرة للقالب. فأذهب إلى تمبلت هذا،
وأذهب إلى السنجل وأنسخ تمبلت بارت الأول وأقوم بلصقه في النهاية وأكتب هنا footer فقط. جيد. ونفس القصة بالنسبة للبيج، فأقوم بنسخ الأول هكذا وألصق الأخير بالنهاية وأكتب هنا slug footer، والأريا هي footer فعليا. فإذا الآن لو قمت أنا بالتحديث لاحظوا ظهر الفوتر هاو. فإذا الآن أصبح لدينا الهيدر وأصبح لدينا الفوتر. دعونا نقوم بنقل التغييرات بنسخ المكونات ونذهب للبارت، وبالبارت نذهب للفوتر. هنا الفوتر سأقوم بنسخ هذا الشيء. طبعا الآن بالنسبة لليورل يمكن أن تضيفها كلها حتى يعني للموقع النهائي، وتضع هاش مثلا للتليجرام للإنستغرام للفيسبوك لهذه القصص، لا مشكلة. والشخص عندما يقوم بتحميل هذا الشيء يقوم بضبط هذا الإعداد، هذا ممكن. أما بالنسبة لموضوع مثلا تواصل معنا وهذا، لاحظوا مكتوب باللغة العربية. مرة أخرى الموضوع الجعل هذا قابل للترجمة ليس موضوع لهذا المستوى، نناقش به لاحق فقط. إذن الآن أنا لو قمت بالتحديث وتأكدت أن مسح التخصيصات وحفظ، فإذن مرة أخرى سأجد نفس الشيء موجود هنا. لاحظوا فأنا قمت بإنشاء هيدر وقمت بإنشاء فوتر. بقي موضوع هذا الكونتنت يمكن أن نغيره بالنسبة للسنجل وبالنسبة للبيج. وبكل بساطة هذه صفحة السنجل، دعوني أقوم بتحريرها. سأحدثها حتى يظهر الهيدر الجديد والفوتر الجديد. يمكن أن أقوم بشيء هنا، فإذا بدلا أن أضع التايتل والكونتنت بهذا الشكل يمكن أن أجمعها معا، تجميع يعني إضافتها بمجموعة. بالنسبة للمطور تجميع يعني ماذا يعني تجميع بالنسبة للمطور؟ تجميع يعني إضافة يعني وضع ديف حولها، ديفيجن ديف. فإذا هذه المجموعة أيضا أنا أريد تجميع هذه المجموعة. وربما تتساءل لماذا أقوم بذلك دائما، فأنا دائما أقوم بذلك المجموعة الأولى التي أضعها تكون لها full width والمجموعة الأخرى يكون لها width معين. فبالتالي هذه المجموعة دعوني أسميها، سأسميها main container. طبعا مرة أخرى أنت تسمي ما تريد وهذا شيء تنظيمي. فإذا عنصر ال HTML أريدها أن تحاط ب main حتى أجعلها بيعني HTML5 supported يعني. الآن بالمجموعة الثانية لاحظوا ما الشيء الذي سأقوم به، نفس الشيء سأضيف لها بلوك هنا وسأكتب main container inner هذا الداخلي. هذا الذي فوق هكذا لا أريد أن تستخدم مكونات داخل المحتوى. هذا الفوق يمكن أن أعطي خلفية عامة، ليس جميل لكن يمكن أن أقوم بذلك، يعني نعطي خلفية عامة لكل هذا بهذا الشكل. جيد. بالنسبة للكونتينر هذا يمكن أن أضيف أيضا أضيف هوامش داخلية، مثلا هنا أضيف 40 بكسل فوق تحت. جيد. وعلى الجوانب 16 بكسل. إذن الآن لو قمت أنا بالتحديث بهذا الشكل ونظرت للسنجل، أين هي السنجل؟ هذا نظرت إليها، فإذن لاحظوا ستظهر بهذا الشكل. طبعا أنت لديك حر يعني ترتيب الشكل، نحن نرتب الآن بشكل عام، يعني نرتب فقط لأعطيك الإمكانيات، لكن أنت ترتب أكيد أفضل مني وتقوم بإنشاء شيء أجمل من الشيء الذي أنا أقوم به. يمكن المين كونتينر أن أقوم بمسح الكلر هكذا، ويمكن مثلا هذا العنوان أن أجعله متوسط، يمكن هذا العنوان أن أجعله، هل تريد جعله رابطا؟ لا. يمكن هذا العنوان أن أضيف له لون. جيد. يمكن أن أضيف له حجم الخط، أريده كبير بهذا الشكل وحفظ. طبعا يفترض أنك متابع معي كل الدروس السابقة حتى أنت يعني سهل جدا أن تتابع الآن. لاحظوا الآن أصبح هكذا. جيد. فإذا هذه هي صفحة المقالة الأحادية. إذا أردت أن أقوم بنسخ هذا فيمكن حتى أقوم بإضافته للقالب، فيمكن أن أنسخ مثلا المين كونتينر فقط، أنسخ المين كونتينر وأذهب للملف. أين الملف؟ ملف templates single. وهنا لاحظوا لدينا الهيدر في الأعلى، لدينا الفوتر بالمنتصف، أحذف البوست تايتل وأحذف البوست كونتنت، والآن أقوم بلصق الكونتينر الذي لدي. ف
فإذا الآن لو قمت أنا بالتحديث، دعوني أحدث، الآن أنا بالسنجل بوست، لو قمت أنا بالتحديث لاحظوا وأتأكد أن هذا مسح التخصيصات وحفظ. ربما تتساءل تقول لي لماذا تتأكدين مسح التخصيصات؟ مسح التخصيصات يؤكد لي أن هذا الذي أنا فيه هو نفسه الموجود بملفاتي. أما إذا غيرت الآن شيء ولم أمسح التخصيصات، تعرفون ما الشيء الذي سيحدث؟ سأرى تخصيصات من قاعدة البيانات، وعندما أنقل موقعي لموقع آخر، يعني أنقل القالب يعني لموقع آخر، ما الشيء الذي سيحدث؟ سيظهر له شيء مختلف عن الشيء الذي أنا صممته فعليا. لماذا؟ لأن التخصيصات موجودة على قاعدة بياناتي وليست موجودة على ملفاتي، فأنا أتأكد أن التخصيصات من ملفاتي وليست من قاعدة. فإذا الآن انتهينا. هاي نفس القصة بالنسبة للبيج، فسأقوم بفتح بيج تامبلت هكذا، والبيج تامبلت أيضا سأنسخ هذا نفسه، فقط أنسخ المين كونتينر وأضعه هنا. بالنسبة للكونتنت أحذفه، وللتايتل أيضا أحذف. هل هذا صعب؟ هل هذا صعب؟ هل تواجهون صعوبة بالموضوع؟ الآن لنفتح صفحة لنرى صفحة، كل الصفحات مثلا صفحة السياسة الخصوصية. إذا لاحظوا هاي نفس القصة. طب دعونا نتأكد من أين تأخذ التغييرات. تحرير الموقع وبيجز، تأخذ التغييرات من القالب. لاحظوا لا يوجد هنا نقاط، يعني تأخذها من القالب وليس من قاعدة البيانات.